السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. البداية بالعناوين: المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بغداد وتؤكد حرصها على أمن العراق وازدهاره. التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. الأسواق العالمية تنتعش بعد إعلان لقاح فايزر، ومنظمة الصحة تؤكد العالم سيتحسن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة رضوانية في العاصمة العراقية بغداد وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين عبر الاتصال المرئي. وتركز النقاش حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما فيها العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون والصين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات. استقبل فخامة الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا بمقر الحكومة في العاصمة هلسنكي اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية فنلندا. ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لفخامته وحكومة وشعب الجمهورية الفنلندية والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الوزير الجبير خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اختتمت في بغداد اليوم اجتماعات وزارية بين الجانبين السعودي والعراقي تمهيدا لاجتماع المجلس التنسيقي المشترك. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. انتهت في بغداد اجتماعات وزارية سعودية عراقية تمهيدا لاجتماع المجلس التنسيقي المشترك ولقاء القمة المرتقب عقده بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مذكرات تفاهم أولية واتفاقيات مبدئية تم عقدها بعد زيارة وفد وزاري يمثل المملكة العربية السعودية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الصناعة وعدد كبير من المسؤولين، ولقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. رحب بهذه الزيارة والاجتماعات التنسيقية تكون على مستوى عالي وإن شاء الله تحقق أهدافها، لكن اليوم احنا نتكلم في الجانب الزراعي لأن تخصصنا زراعي. حقيقة اليوم الجانب السعودي يحاول أن يأخذ الصحراء الغربية من أجل استثمارها. الاستثمار ما حد ينكره أنه جيد جدا كدول عربية أو كدول العالم بصورة عامة أن يدخل العراق، وهذا جيد جدا. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد إتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات السعودية وسعي الحكومة العراقية الجاد لتذليل جميع العقبات أمام تعاون أخوي وحقيقي يمهد لعودة العراق إلى الصف العربي عبر بوابة الرياض. هذه الزيارة جاءت لترسيخ أسس التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية العراقية أمام المستثمرين السعوديين، وتمهيد لزيارة السيد ولي العهد السعودي المؤمل إجراءها خلال الأيام القادمة إلى بغداد.
ملفات التعاون المرتقبة تشمل مجالات الطاقة الكهربائية وتزويد العراق بالطاقة عبر خطوط نقل استراتيجية، ومجالات النقل والزراعة والتجارة والنفط والتعاون الثقافي والاجتماعي. آفاق جديدة للتعاون الأخوي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وأبواب جديدة ستفتح في جميع المجالات النفطية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية. إيثار إبراهيم، تلفزيون المملكة العربية السعودية، بغداد. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة. في آخر إحصائية لفيروس كورونا في المملكة، فقد سجلت وزارة الصحة 392 إصابة جديدة، كما سجلت 402 حالات تعافي و19 وفاة يرحمهم الله تعالى. وقد بلغت إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة أكثر من 350 ألف حالة. وفي خبر مبشر، أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر اليوم أن لقاحها التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد فعال بأكثر من 90%، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأشارت الشركة أنها ستوفر ما يصل إلى 50 مليون جرعة للعالم خلال العام الجاي، وأكثر من مليار جرعة بحلول عام 2021. وقالت الشركة أن اللقاح الجديد سيخضع لاختبار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل السماح باستخدامه بعد التحقق من معايير السلامة الأساسية خلال الشهر الجاري. وللحديث أكثر عن لقاح فايزر ينضم معنا عبر الهاتف استشاري العناية المركزة والباطنية دكتور صفوق العنزي. بداية أهلا بك دكتور. هذا اللقاح يعني يعيد الأمل حقيقة في ظل المعركة التي يخوضها العالم مع هذا الفيروس الشرس كورونا، وخصوصا يعني في ظل تفشي الموجة الثانية وهناك إغلاقات مستمرة في العديد من دول العالم. توقعاتكم دكتور حول هذا اللقاح، وما المقصود بالتحقق من معايير السلامة الأساسية قبل السماح باستخدامه؟ حياك الله يا عبد الرحمن، حيا الله متابعينك الكرام. الله يحييك. طبعا الخبر كما تفضلت هو مبشر جدا طبيا، وهذا بفضل الله. أولا الأمر الأهم أنه إعلان تاريخي بأنه 90% من اللي يجري عليهم اختبار اللقاح كان فعال، هذا اختبار عظيم جدا. هو طبعا اللقاح حق فايزر مع بيوتنك الألمانية. اللقاح أجرى التجربة الثالثة على 43,500 متطوع. 94% فقط منهم سجلوا إصابات، وأغلبهم كانوا في اللقاح الوهمي. طبعا هذا ببساطة دليل عظيم على فعالية اللقاح بحول الله. منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت سابقا في شهر جون الماضي أن 50% فعالية قد تكون كافية لنا كبشر كحماية لنا بإذن الله لانتهاء الجائحة. هذا اللقاح وصل 90% تبارك الله، نتيجة عظيمة. احنا ننتظر بحول الله النشر الرسمي، والذي سبق أعلنت شركة فايزر أنه سيكون في الأسبوع الثالث من نوفمبر، وهو الأسبوع القادم بحول الله. نتائج السلامة الفعالية أثبتت، وتبارك الله 90% رقم جدا ممتاز لنا كبشرية. السلامة هو عدم حدوث مضاعفات بين متلقي اللقاح.
موضوع السلامة يبتدئ من التجربة الثالثة، وطبعا تستمر المتابعة إلى سنوات عديدة جدا، لكن مبدئيا هم أرون أنه لم تحدث أي أضرار جانبية، وهذا سبب التفاؤل العظيم. إحنا ننتظر نشر رسمي للبحوث التي ذكرت كأخبار إعلامية اليوم، وإن شاء الله سنراها عن قريب. خبر مبشر للبشرية وخبر رائع جدا، ومن شأنه أن ينهي الجائحة ويحولها من وباء اجتاح العالم إلى مرض صغير فأصغر إن شاء الله في السنوات القادمة بحول الله. نعم دكتور صفوق، يعني المرحلة الثالثة من هذه التجارب السريرية يعني هي كافية بنسبة يعني كبيرة جدا، بس ستخضع للاختبار الهيئة الغذاء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. هل هذه التجارب في المرحلة الثالثة كافية؟ هي ما هو هذا العرف المتعارف فيه في اللقاحات. نعم. اللقاحات عادة عبد الرحمن تأخذ من 5 إلى 10 سنوات عشان التطوير، وهذا معلوم لنا جميعا. في الجوائح أنت تحتاج وقت قصير جدا لا يتجاوز سنة أو سنة ونصف عشان تنتج، لأنه الثمن المكلف عليك أرواح الناس. صحيح. اللقاحات سابقا كانت تمر ب6 مراحل، 6 مراحل منهكة، يعني بس مرحلة الموافقات قد تأخذ من 2 إلى 3. الموافقات كانت تشمل دراسات عديدة، دراسات جدوى كبرى متعددة الأعراق، موافقات عالمية من هيئات الغذاء والدواء، متابعة رسمية من الدول، يعني إجراءات التسجيل والموافقة والشهادة للقاح مدة طويلة جدا. في ظل جائحة عبد الرحمن يصعب علينا تقبل وفاة بشر واحد في ظل وجود احتمالية إن شاء الله نفعه باللقاح الذي يوفر 90%. نعم. هذا من شأنه إنهائها بإذن الله تعالى. نعم دكتور صفوق، يعني مع إعلان هذه الشركة فايزر عن بإذن الله يعني إيجاد هذا اللقاح، هل تتوقعون الإعلان عن مزيد من اللقاحات خلال الفترة المقبلة؟ أنا حابب هالسؤال الله يرضى عليك. طبعا الروس أعلنوا اليوم أيضا نسبة نجاح لقاحهم ب90%. أيضا أنا أتوقع إعلان قريب من الصين، خصوصا من شركتين اللي هي ساينوفارم وساينوفاك. الدولة السعودية لها ترتيبات أعلنت يعني على لسان نائب وزير الصحة سابقا، في وصولات شراء، في ترتيبات مع الدول. أنا شخصيا أتفائل باللقاح الصيني، لأنه أنتج برضو سابقا تقريبا استجابة مناعية 100% في المرضى. إحنا على مشارف بحول الله إعلانات عديدة، لعل أهمها عندي الأمريكي فايزر مع بيوتنك، لعل أهمها من أمريكا أيضا موديرنا، اللقاح الروسي، خصوصا أننا نحن نعلم أنه الشركة الكيميائية السعودية سبق وأعلنت إعلان رسمي بأنها في اتفاقية من ناحية استيراد اللقاح وتصنيعه في المملكة العربية السعودية. لا ننسى أيضا تجارب كيمارك السعودية أيضا مع اللقاحات الصينية، وهذه كلها بإذن الله يتم الترتيب لها على أعلى مستوى. الأهم من ذلك كله لتطمين الناس، إحنا من أعلى سلطة ممثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين تم التواصل رسميا مع الصين وروسيا مسبقا، وأعلن ذلك بخصوص اللقاح وتوفيره لجميع دول العالم، وهكذا هي دولة الإنسانية كما اعتدنا منها. اللقاح إن شاء الله بيتوفر، أنا ما أحمل في نفسي أي قلق من ذلك بإذن الله. الاستخدام الطاري للقاح لا يعني أنه ذلك غير إجراء غير سليم في ظل الظروف الحالية، لكن إحنا اللي أحب أوضحه للناس، أنا بستخدم اللقاح الطاري الآن لمنع تفشي مرض يقتل الناس، لكن في ظل ذلك التجارب تستمر كما هي عليه مسبقا، موازية لإعطاء اللقاح في ضمان السلامة والأمان في جميع الهيئات الحكومية. طبعا هذه تعتمد من الهيئات الحكومية في البلد زي هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة، تتلقى النتائج السلبية والمرجعية من المستشفيات والأفراد، تلقي مباشر ومتابعة مستمرة، وهذه متابعة تستمر سنوات. الدول حريصة على شعوبها، الحكومات حريصة على أمان شعوبها وسلامته، ونحن في هذا التطور إن شاء الله، وهذا اليوم انفراج عظيم في الأزمة بفضل الله. نعم الدكتور صفوق العنزي استشاري العناية المركزة والباطنة، شكرا لك. فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم. وصلت اليوم إلى المدينة المنورة الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن. وتشرف الفوج الأول من المعتمرين بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة بالروضة الشريفة،
من جهة أخرى كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية لتوفير جميع سبل الراحة لزوار المسجد النبوي. أعلنت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة عن حصول وزارة التجارة على شهادة التميز المؤسسي بتصنيف 4 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية في المملكة تمنح هذه الشهادة. الشهادة جاءت نتيجة للالتزام بمعايير التميز المؤسسي وتبني العديد من المواصفات العالمية لتكون بذلك وزارة التجارة ضمن 4 جهات حكومية من المنظمات المقيمة حصلت على هذه الشهادة حول العالم. وللحديث أكثر ينضم إلينا مدير جائزة فرق التميز في الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة الدكتور محمد العميري. دكتور محمد، بداية أهلا بك، ماذا يعني تعني هذه الشهادة وما هو أثرها؟ أهلا أخ عبد الرحمن، حياك لك للمشاهدين الكرام. طبعا شهادة التميز العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة نعم تعتبر شهادة متقدمة جدا في الأداء. عشان نعطي فكرة يعني جيدة للمشاهدين نعرف بالتميز، احنا نتكلم عن التميز انه عبارة عن رحلة تطور وتحول منهجي في أداء المنشأة لبلوغ أعلى درجات الأداء في عمل المنشأة وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة. طبعا أثر الشهادة هذه كبير جدا على الوزارة وعلى عملائها، ويعني كثير بالنسبة للوزارة. بالحصول على مستوى 4 نجوم يعني أن الوزارة كانت تعمل على فترة طويلة لرفع وتحسين أداء المنشأة لبلوغ لهذا المستوى من التميز. التميز وعمل الجودة عبارة عن تقديم منتجات ومخرجات عالية، وهذا التميز لا يحدث في صدفة أو في يوم وليلة، يحتاج عمل طويل وأداء وتنسيق كبير. نعم دكتور محمد، يعني وزارة التجارة لم تحصل على هذه الشهادة إلا بمعايير تميز حقيقية يعني طبقتها الوزارة على لتحصل على هذه الشهادة، ما هي هذه المعايير؟ طبعا المعايير الـ EFQM تنقسم إلى 9 معايير رئيسية، وهي تمثل أعلى معايير الأداء في المؤسسات. تبدأ بالمعيار القيادة وهو أهم معيار. نعم. ويمكن اللي يفرق ما بين منشأة أو منظمة تميزة عن منظمة غير متميزة هذا المعيار، لأنه التميز يبدأ من رغبة قوية عند القيادة بالوصول لأعلى درجة الأداء. ثانيا المعيار الاستراتيجية، أي منشأة تبحث عن التميز لازم عندها استراتيجية واضحة تسعى لتطبيقها. ثالثا معيار الموظفين والعاملين، لا يمكن يكون في تميز من غير في موظفين على مستوى عالي من التدريب وعلى مستوى عالي من الارتباط الوظيفي داخل المنشأة. رابعا معيار الموارد والشراكات، طبعا الشركات والمؤسسات تبنى على باستخدام موارد وشراكات، ومعيار الموارد والشراكات يهدف إلى أن تكون المنشأة تكون متقدمة متطورة في هذا المعيار، بالإضافة إلى معيار عمليات وخدمات المنتجات وهو أهم معيار، وهو المعيار اللي يحث ويرفع من أداء المنشأة من ناحية الخدمة ومن ناحية المنتجات. طبعا ننتهي بثلاثة معايير أخرى وهي معايير النتائج، معايير نتائج خاصة بالعاملين، ومعايير نتائج خاصة بالعملاء، ومعايير نتائج خاصة بالمجتمع بالإضافة إلى أعمال المنشأة. نعم. وهذا طبعا احنا نتكلم عن معايير، نتكلم عن أفضل الممارسات الإدارية التي تساهم في تطوير تقدم المنشأة. طبعا نعم الدكتور محمد العميري مدير جائزة فرق التميز في الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة، شكرا لك. وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم اتفاقية شراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي. تهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق برنامج التمويل التأجيري للسيارات المنتهي بالتمليك لمستفيدي اللجنة بدون فوائد، وذلك ضمن صندوق كسب التنموي التابع للمؤسسة، ليمكن مستفيدي تراحم من العمل من خلال تطبيقات التوصيل والإركاب، وسيبلغ عدد المستفيدين كمرحلة أولى ما يقرب من 125 مستفيدا ومستفيدة.
تنفذ بلدية محافظة القطيف عددا من المشروعات التنموية والتطويرية في المحافظة ضمن جهودها في تطوير وتحسين جودة الحياة. وقد أنهت البلدية إجراءات تثمين العقارات الواقعة على شارع الملك عبد العزيز ضمن مشروع توسيعة شوارع رئيسة بالقطيف وتضم شمال الناصرة وطريق الرياض، وذلك بهدف تحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية. وللتعليق أكثر تنضم إلينا من القطيف مراسلتنا شادن الحايك. شادن أهلا بك. بلدية القطيف يعني تواصل تنفيذ هذه المشروعات التنموية والتطويرية، الغاية منها رفع مستوى الخدمات في المحافظة كافة، لو تطلعينا أكثر على ذلك. مساء الخير عبد الرحمن. نعم، هو أحد المشاريع أو ضمن منظومة مشاريع ضخمة تنفذها بلدية القطيف، تم الرفع بالتثمين لعدد 617 عقارا على اختلاف التصنيف إن كان سكني أو تجاري. تفاصيل هذا المشروع والكثير مع رئيس المجلس البلدي بالمحافظة المهندس شفيق آل سيف. مهندس شفيق مساء الخير، حدثنا عن هذا المشروع أو منظومة المشاريع بداية من شارع الملك عبد العزيز. مساكم الله بالخير. أول حاجة قبل لا نتكلم عن الشارع هذا بالتحديد، فإن بلدية محافظة القطيف عندها مجموعة حاجة اسمها منظومة الطرق. منظومة الطرق تتكون في البداية من الدراسات المرورية وعدد السيارات اللي في الشوارع، مشاكل التقاطعات، عروض الشوارع، وبعدين بعد نتائج الدراسات هذه يتم تحديد الأماكن التي تحتاج إلى توسعة أو انسيابية الحركة المرورية. فعندنا مجموعة مشاريع دراسة، قصدي تنفيذ تقاطعات، ويمكن شفتوا في تقرير سابق شارع الرياض وكيف يتم تطويره بناء على دراسات معينة، وفي عندنا أربع تقاطعات أخرى حيتم تطويرها بنفس الطريقة. في عندنا توسعة شوارع، نجي لشارع الملك عبد العزيز واحد من أهم الشوارع الرئيسية في القطيف، هو من ضمن مجموعة الشوارع سوف يتم توسعتها ليس في القطيف فقط، فإن في عندنا توسعات لفك الاختناقات، تعرفوا طول القطيف محافظة القطيف بالكامل فيها كثير من المناطق القديمة. في عندنا مشاريع مستقبلية ومشاريع حالية. المشاريع الحالية في عندنا الثلاثة شوارع الرئيسية اللي شارع الملك عبد العزيز وشمال الناصرة وشارع الرياض، تكلمنا عنها مجموع أطوالها في حدود 12 كيلو متر تقريبا. شارع الملك عبد العزيز 5 كيلو، وشارع امتداد شارع الرياض للطريق السريع لجبل الظهران حول 5 كيلو، في عندنا شارع الناصرة في حول 3 كيلو وشوية، فتقريبا 12 كيلو وشوية مجموع الطرق. مهمة جدا لما تنتهي هذه الطرق حتفك جميع الاختناقات في مدينة القطيف، ونفس الكلام مطبق في مناطق أخرى. في عندنا مشاريع مستقبلية تبدأ من شمالا من عند الصفوة، في الأوجام، في العوامية، في أم الساهك، في عينك، كل هذه المناطق القديمة في مشاريع توسعة ونزع ملكيات لفك الاختناقات، لكنها تبدأ تدريجيا تيجي مع توفر الاعتمادات المالية. في الوقت الحاضر احنا نتكلم الحين احنا في وسط شارع الملك عبد العزيز، تشوف الدوار يمكن موجود واضح في الصورة اللي هو في وسط القطيف. الشارع سوف يكون 60 متر، ينقل الحركة المرورية من جنوب القطيف من شارع الرياض أو حي الشويكة شمالا إلى أن يصل إلى مستشفى الأمير محمد بن فهد، وبالتالي حينقل الحركة المرورية من جنوب القطيف إلى شمال القطيف إلى يصل إلى الطريق السريع بعد دوار صفوة، وبالتالي إن شاء الله ما يكون عندنا اختناقات مرورية. حدثنا عن آلية التثمين. آلية التثمين طبعا في عندنا احنا في الثلاثة شوارع في حاجة اسمها استخدام زراعي، وهذا إلى سعر لحالة، وفي عندنا أراضي زراعية غير ما فيها أشجار مثلا ولا فيها منتوجات، وهذا لسعر لحالة، يعني الأرض أخذت تسعيرها لحالها، والمزروعات لما تجي للمباني، المباني تصنف في حكم عمرها وعدد أدوارها، نوعية البناء، استخدام البناء، مثلا لما يكون في مبنى تجاري سعره يختلف عن السعر السكني، لما يكون مثلا والله مبنى حديث، يمكن الصورة لو الإخوان في التصوير يبين أن في مباني حديثة لسه ما استخدمت حينزع ملكيتها ومغلفة مثلا بالرخام فيكون سعرها يختلف. لما يكون عندك داخل مصعد أو حاجة، كل حاجة لجان التثمين دقيقة
بحيث أنها تكون عادلة لجميع الناس بتفاصيل كل منزل بناء على سعره، نوعية بناء، الاستخدام. الاستخدام مهم، لأن الشارع التجاري لما يكون عنده دكاكين سعره يختلف تماما عن سعر السكن. شكرا لك المهندس شفيق. نعم معك. نعم عبد الرحمن، مراسلة هو مشروع ضخم يفك اختناقات مرورية وصولا للشارع الرئيسي الجبيل الظهران. نعم، إذا كل الشكر والتقدير لمراسلة أخبار السعودية زميلة شادن الحايك وضيفها الكريم، شكرا لكما. كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن إحصائياتها خلال عام 1441 للهجرة، مبينة أنها باشرت أكثر من 92 ألف حادث تنوعت ما بين حوادث حريق وإنقاذ، كما نفذت أكثر من 46 ألف جولة تفتيشية، في حين تجاوزت التراخيص التي أصدرتها المديرية لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية تجاوزت 70 ألف، كما افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني بمختلف المناطق. ونوهت المديرية بأهمية اتباع التعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر. وينضم إلينا المتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي. بداية رائد محمد، أهلا بك في النشرة الرئيسية. يعني المباشرة لأكثر من 92 ألف حادث يعني متنوعة خلال عام، يعني هذا جهد كبير تشكرون عليه أنتم كرجال الدفاع المدني، ضعنا في تفاصيل أكثر حول هذه الإحصائيات. مساء الخير لك أخي عبد الرحمن والمشاهدين الكرام. حقيقة تسعى المديرية العامة للدفاع المدني إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم وحماية الممتلكات والمكتسبات الوطنية، وذلك من خلال تحسين الخدمات والمتطلبات وتنميتها وتقديم خدمات بجودة عالية. نفذ الدفاع المدني أكثر من 46 ألف عملية إنقاذ مختلفة في ظروف مختلفة، سواء إنقاذ في حوادث عمل، حوادث مرورية، حوادث منازل، أو إنقاذ جبلي، أو حوادث إنقاذ مالي مائي. كافة الحوادث التي نفذها الدفاع المدني في ظروف مختلفة تمكن رجال الدفاع المدني من تنفيذها وبإنهاء هذه البلاغات. وجميع أعمال الدفاع المدني وخدماته سواء إطفاء الحرائق أو الإنقاذ يتم باستخدام معدات وآليات وتجهيزات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدات الدفاع المدني والتي هي وفق أرقى المعايير العالمية. نعم، بشكل مختصر رائد محمد، يعني وخصوصا نحن مقبلون على موسم أمطار وإشعال النار واستخدام أجهزة تدفئة، يعني ما هي النصيحة المثلى باختصار؟ بالتأكيد الدفاع المدني يستعد لموسم الأمطار من خلال إعداد الخطط والجاهزية، والتي جزء منها منع وقوع أي حادث من خلال التوعية. فيتمنى للجميع اتباع إرشادات الدفاع المدني والتي تبث حول عدم التوجه مناطق البرية والتقيد بتعليمات وإرشادات وسائل الإعلام ومتابعة أحوال الطقس بشكل مستمر. إذا كل الشكر والتقدير للمتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي. من بشائر الخير والبركة في منطقة حائل، هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة خلال الأيام القادمة، فيما دعا الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر. والآن إلى زميل محمد الوهيبي. محمد، بداية مساء الخير، يعطيك العافية. ما أبرز ما لديكم في برنامجكم هذا المساء؟ مشاهدينا الكرام، حيث أننا نقترب من قمة القادة في مجموعة العشرين، وبدأت مجموعات العمل تختتم اجتماعاتها الأخيرة تحضيرا لهذه القمة. نناقش اليوم مجموعة عمل الإطار وما وصلت إليه من نتائج من أجل تحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن. أما في ملفنا الثاني فنتحدث عن قضايا الشرق الأوسط التي لا تغيب عن سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وعن حضور بايدن إلى المشهد وإن كان من تغيرات محتملة في المستقبل. أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة، لكن بعد أن أعود لزميلي عبد الرحمن لختام هذه النشرة. شكرا محمد، يعطيك العافية. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة، هذه أبرز العناوين.
المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بغداد وتؤكد حرصها على أمن العراق وازدهاره. التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. الأسواق العالمية تنتعش بعد إعلان لقاح فايزر، ومنظمة الصحة تؤكد العالم سيتحسن. في ختام النشرة شكرا على طيب المتابعة، وبإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. في أمان الله.